حرب تشهد المواقف والواقيت عن فعال الجند انا جدت وجينا والله حنا بأس من ربي شاديت جيش رباني كما تاك الشيد يا سنين المجد يا المجد الثابت يا شهيدا خاض انواع الجهاد انت عنوان الكرامة يا شهيد من دمك ارويت ارضك والبلاد بعواليها رسمت اروع نشيد يا شهيد الحق يا نبض الفؤاد طريق الهبي لها العز التشيد فز بالجنة يا نعم الحصاد في جناب الحر والخير الراغد انت قنطارك وتحقيق المراد الشهادة دلها المؤمن يريد ما يشلوها سوى الناس الجياد عدا عبد الله بعد طارق شاهد تسك بدمه واروى كل واد لغرابها تسيفهم يزيد برجال المجد شعري والحداد تشهد الهيجة لهم ما هو قصيد كل جبهة شفتهم ضرب وجيها كان عبد الله وطارق الحديد تشبعون المرهفة من قومي عاد حلب تشهد المواقف والواقيد عن فعايا الجند انا جد وجيلا والله انا بأس من ربي شاديد جيش رباني كما تاك الشيدان يا سنين المجد يا المجد التاليد يا شهيدا خاض انواع الجهاد انت عنوان الكرامة يا شهيد من دمك أرويت أرضك والبلاد بعواليها رسمت أروع نشيد يا شهيد الحق يا نبض الفؤاد طريق الغبي لها العز التشيد فز بالجنة يا نعم الحصاد في جناب الحر والخير الراغد انت قنطارك تحقيق المراد الشهادة دلها المؤمن يريد عيش لها سوى الناس الجياد عدا عبد الله بعد طارق شاهد تسك بدمه واروى كل واد لغرابة حاجس فيهم يزيد برجال المجد شعري والحداد تشهد الهيجة لهم ما هو قصيد كل جبهة شفتهم ضرب وجيها كان عبد الله وطارق الحديد تشبعون المرهق من قومي عاد حلب تشهد المواقف والواقيد عن فعايا الجند انا جد وجيلا والله انا بأس من ربي شاديد جيش رباني كما تاك الشيطان جيش رباني كما تاك الشيطان. في رثاء الشهيدين القائدين الشهيد طارق اللهبي وعبد الله اللهبي. كلمة الشاعر أحمد الراعي، إنتاج إدارة اتحاد شباب الحشا مناصر.